من اغرب اكتشافات تلسكوب جيمس ويب لكوكب خارج مجموعتنا الشمسيه، كوكب بيبعد عننا 41 سنه ضوئيه، قد حجم الارض مرتين، والمدهش انه كوكب صخري، لكنه في الحقيقه كوكب ناري من الحمم البركانيه. طيب طالما هو كوكب مستحيل الحياه عليه، ايه لازمه اننا نضيع وقتنا في البحث هناك في كوكب الجحيم ده؟ الحاجه الغريبه اللي خلتهم فعلا يهتموا بالبحث فيه، هو امر غريب بيحصل هناك في الغلاف الجوي، ممكن يكون زمان حصل هنا على الارض وحصل جنبنا في كوكبي المريخ والزهرة. اخبط اللايك الجميل وتابع معنا حلقة فريدة من نوعها بعد ما تحضر مشروبك المفضل. اهلا بكم. تم اكتشاف اول كوكب خارج مجموعتنا الشمسية في سنة 1992، ومن الوقت ده اكتشفنا لغاية النهاردة اكتر من 5000 كوكب. بتشير دراسة استخدمت عدسة الجاذبية الدقيقة ان لكل نجم في مجرتنا درب التبانة بيكون ليه تقريبا على الاقل كوكب واحد بيدور حواليه. اذا كان عندنا 100 مليار نجم في مجرتنا، هل ممكن نقول ان على الاقل في 100 مليار كوكب بس في مجرتنا؟ منتظرك بقى صديقي الشغوف بالعلم المحب للمعرفة تفكر في الرقم ده ودلائله وايه اللي ممكن يشير ليه. تعالوا النهارده نتعمق في الانجازات الاخيره اللي حققها تلسكوب جيمس ويب، واللي ممكن تكون غيرت قواعد الرصد تماما في استكشاف الكواكب الخارجيه البعيده. اكتشاف بيقدم افضل دليل على وجود غلاف جوي في كوكب خارج مجموعتنا الشمسيه. في السنوات اللي فاتت كانت كل الكواكب المؤكده اللي ليها اغلفه جويه كانت كواكب غازيه. الغريب والجديد في الموضوع ان ده اول اكتشاف لغلاف جوي لكوكب من الكواكب الصخريه اللي بنطلق عليها لفظ سوبر ايرز، يعني كوكب اكبر من الارض واصغر من كوكب نبتون. والاغرب ان الكوكب ده بيتعرض لحراره حارقه واشعاعات كبيره جدا من نجمه. مستحيل بقى من خلال وجود الاشعاعات دي والحراره الكثيفه دي انه يكون في غلاف جوي للكوكب ده. امال ازاي استقر الغلاف الجوي الغريب ده هناك على الكوكب؟ سنتين مروا من لحظة انطلاق تلسكوب جيمس ويب، أدهشنا تلسكوب جيمس ويب باكتشافات مذهلة للكواكب الخارجية اللي غيرت نظرتنا كتير. يعني على سبيل المثال اكتشافاته في نظام النجم ترابست 1 بالرغم انها مخيبة للأمال في مجال العثور على كوكب يدعم حياة ما في الكون. ممكن تتابع فيديوهاتنا السابقة في الموضوع ده في صندوق الوصف. اكتشف كمان تلسكوب جيمس ويب غاز الميثان كبصمة من بصمات الحياة على أكتر من كوكب خلال الشهور اللي فاتت، واكتشف سحب كثيفة من الكوارتز على الكوكب واسب 17b، ودي حاجة مش موجودة في مجموعتنا الشمسية. وبعدها بشهور اكتشف السيليكات وبخار الماء وثاني أكسيد الكبريت على نفس الكوكب. الحاجة المبهرة في الاكتشافات دي هي أن تلسكوب جيمس ويب عمل ملاحظات تفصيلية كبيرة جدا وبيانات عملاقة ما كناش متخيلينها. خمسة وخمسين كانكري إي، كوكب يعتقد أنه كوكب صخري بيبعد عن نجمه الشبيه بالشمس لكنه أبرد شوية منها مسافة صغيرة جداً 1.4 مليون ميل بس، تقريباً أقرب لنجمه 25 مرة من قرب كوكب عطارد للشمس. بيبعد عننا هنا في الأرض مسافة 41 سنة ضوئية في كوكبة السرطان، ودي مسافة قريبة جداً مننا، عرضه ضعف عرض كوكب الأرض تقريباً وكتلته أكبر بحوالي 9 مرات. كوكب خارجي كثيف جدا لدرجه ان علماء الفلك افترضوا انه ممكن يكون متكون في الغالب من الكربون اللي ممكن يكون انضغط لماس. تم اكتشاف الكوكب ده اول مره في سنه 2004 وتم تاكيد الاكتشاف في سنه 2011 من خلال تقنيه التذبذب اللي سببوا الكوكب في حركه النجم المضيف، الطريقه اللي بتسمى في علم الفلك اكتشاف الكواكب من خلال السرعه الشعاعيه. الطريقة اللي تشبه طريقة دوبلر واللي من خلالها بنقيس التحولات والتذبذبات في ضوء النجم اللي بتحصل بسبب قوى الجاذبية بين النجم والكوكب بتاعه. في سنة 2016 اكتشف تلسكوب هابل الفضائي العلامات الأولى لوجود غلاف جوي للكوكب، بس اكتشاف هابل ترجمه العلماء ساعتها على انه كوكب بيحتوي على هيدروجين وهيليوم. الكوكب بيدور حوالين النجم بطريقة مغلقة مادياً، يعني جانب من الكوكب بيكون مقابل النجم دايما وابدا والجانب التاني بيكون بعيد عن ضوء النجم، بالتالي هنلاقي نص الكوكب عباره عن نهار دائم والنص التاني ليل سرمدي دائم. وعلى الرغم من كميه المراقبه الكبيره للكوكب خلال السنين اللي فاتت الا ان مراقبات جيمس ويب كانت كبيره جدا وبياناتها ونتائجها اكبر بكتير من كل اللي حصل قبل كده.
النجم المضيف للكوكب بطل قصتنا النهاردة موجود في نظام نجمي ثنائي. النجم الثاني المرتبط بالنجم الكبير هو قزم أحمر، يعني نجم أصغر في الحجم. المسافة ما بين النجمين تقريبا ضعف المسافة بين الأرض والشمس 1000 مرة. الضوء بيسافر ما بينهم 6 أيام علشان يوصل. الكوكب بتاعنا النهاردة بيدور حوالين النجم في 17 ساعة بس، يعني سنته أقل من يوم أرضي، وده من أسرع الفترات المدارية اللي قدرنا نكتشفها خلال السنين اللي فاتت. بالتالي هو قريب جدا من نجمه، علشان كده درجة حرارته عالية جدا. كوكب ساخن بما يكفي لأنه يذيب المعادن اللي موجودة فيه حتى الحديد. وكمان إشعاع النجم كبير جدا، بيجرف أي غلاف جوي الكوكب قريب منه. جيمس ويب رصد الكوكب الفترة اللي فاتت. الفريق البحثي اللي عمل الرصد عمل قياس لصدوع النجم من خلال تقنية الكسوف الثاني Secondary Eclipse، وده بيعمل قياسين. الأول رصد النجم والكوكب لما يكون الكوكب بجوار النجم، بعدين انتظار الكوكب لغاية ما يمر خلف النجم ويحجبه النجم عن عين التلسكوب، ومن ثم قياس السطوع في الحالتين. وقدر الفريق البحثي انه يحسب مقدار السطوع من خلال ضوء الأشعة تحت الحمراء من الجانب النهاري للكوكب. طبعا الكوكب بيكون ورا النجم، فأكيد الجانب النهاري هو اللي بيشع، فبتيجي الأشعة تحت الحمراء في عيون التلسكوبات، طبعا من خلال استخدام أداتي جيمس ويب، الأداة ميري والأداة نيركام. أول إشارة جت من الكوكب 55 كانكري إي وضحت إن ليه غلاف جوي كبير. طيب إزاي وهو قريب جدا من نجمه ده؟ إزاي الغلاف مستقر في الأجواء القاسية اللي زي دي؟ درجة حرارة الكوكب تقريبا 2400 درجة مئوية، لكن الكوكب طلع أبرد من كده، وحنعرف ده بعد شوية. الإشعاع الصادر من النجم جرد الكوكب من الغلاف الجوي بتاعه. الملاحظات اللي جت من تلسكوب جيمس ويب أشارت إلى أن الكوكب بيحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. طيب منين جت الغازات دي إذا كان الغلاف الجوي تم تجريده؟ المفاجأة الكبيرة أن الكوكب ده صنع لنفسه بعد تجريد غلافه الجوي الأصلي غلاف تاني جديد. البحث الجديد أشار لوجود طبقة سميكة جدا من الغازات اللي بتحيط بالكوكب. إيه الآلية الجديدة اللي اتعملت هناك علشان يتم صناعة غلاف جوي ثانوي جديد بعد انهيار الغلاف الأصلي؟ في سيناريوهين للموضوع ده. الأول أن الكوكب ده ممكن يكون عالم من الحمم البركانية، موجود فيه غلاف رقيق من السيليكات ومواد متطايرة ومركبات كيميائية زي الكربون والنيتروجين والهيدروجين والكبريت. لكن في مشكلة، العناصر دي بسهولة جدا ممكن تنجرف وتتدمر بفعل الرياح النجمية والإشعاع النجمي. النجم قريب جدا من الكوكب وممكن يزيل كل ده. السيناريو الثاني ان الحمم البركانية دي والبراكين الكتيرة اللي موجودة في كوكب الصهارة ده هي اللي بتمد الكوكب باستمرار بكافة الغازات السميكة في غلافه الجوي، وبالتالي كل لما الإشعاع النجمي يجرف جزء منها بيتم تعويضه وبشكل دوري من خلال البراكين. وضح الفريق ان الغاز بينبعث من 55 محيط من الحمم البركانية في الكوكب، وبيشكل غلاف جوي ثانوي زي ما وصفت المحاكاة والنماذج اللي عملوها. طيب هل ده فعلا هو حل اللغز للغلاف السميك اللي اشارت ليه ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الاخيرة للكوكب؟ طبعا لا. الحاجة الفريدة اللي لو خلينا بالنا منها وقلتها من شوية هو ان الكوكب ده ضعف حجم الارض مرتين، قطعة كبيرة من الصخور، وبالتالي الجاذبية بتاعته هتكون كبيرة، وده هيسمح للكوكب انه يحتفظ اكتر بالغلاف الجوي الثانوي المتجدد اللي نشأ من البراكين. تخيل لو الكوكب ده بحجم كوكب المريخ كان على طول هيفقد الغلاف الجوي التاني كمان. بالتالي البحث ده وضح لنا حاجة مهمة جدا في قضية احتفاظ كوكب ما بغلافه الجوي. مش المسافة بس بين الكوكب والنجم هو اللي بيحدد ده، انما برضو حجم الكوكب وكتلته وجاذبيته، ودي حاجة ما كناش هنستنتجها لولا وجود الملاحظات والأرصاد الدقيقة اللي بيعملها تلسكوب جيمس ويب لأغلفة الكواكب اللي زي دي. كمان لاحظ الفريق البحثي حاجة عجيبة، الكوكب المفروض درجة حرارته تكون أعلى من اللي كشفته أداة ميري الخاصة بتلسكوب جيمس ويب. الكوكب بيحصل في الغلاف الجوي بتاعه إعادة توزيع للحرارة بشكل مبهر، وده بيشير لنظام مناخي معقد واستثنائي. درجة الحرارة المكتشفة في البحث الجديد كانت 1500 درجة مئوية، يعني أقل 1000 درجة تقريبا من القياس اللي قبله اللي كان تقريبا 2400 درجة مئوية، وده مؤشر قوي على أن الغلاف الجوي السميك ده بينقل درجات الحرارة ما بين الجانب النهاري والجانب الليلي للكوكب، وده بيتحدى نماذجنا السابقة في دراسة الأغلفة الجوية للكواكب. أنا عارف أنك هتقولي يا أستاذ محمد كوكب زي ده شغلين بالنا بيه ليه وهو كوكب كله جحيم ونار وبراكين؟
بقيت ندور على كواكب يكون فيها مروج وانهار وجو حلو ممكن نلاقي عليه حياه حتى. هقول لك اصبر عليا شويه يا صديقي المتابع، تقيل جاي ورا، القصه مش في الكوكب ده خالص على فكره، اصبر بس شويه. واثناء تجهيز الحلقه لقيت دراسه منشوره ليها يومين، في دراسه قام بيها فريق صيني نشرت في مجله نيتشر استرونومي، والدراسه دي اتنشرت من اسبوع تقريبا، وباستخدام مرصد يونان الفلكي التابع للاكاديميه الصينيه للعلوم. كشف فيها الفريق الصيني مفهوم جديد عن حاجه بتسمى في علم الفلك الانفلات الهيدروديناميكي للاغلفه الجويه للكواكب. احنا عارفين ان كوكب الارض بيحتوي على غلاف جوي قوي بيحميه من اشعه الشمس الضر، وبيمنع تسرب الغازات او فقدان الحراره بسهوله، فبيبقى الكوكب في حاله مستقره حراريا كده. لكن بقيه الكواكب الثانيه اللي كتلتها صغيره بتخسر غلافها الجوي بسبب ما يعرف بعمليات انفلات الغلاف الجوي. كمان الكواكب الخارجيه البعيده بتكون معرضه اكتر انها تفقد اغلفتها الجويه فيما يعرف بظاهره الانفلات الهيدروديناميكي. بيندفع الجزء العلوي من اغلفتها الجويه وبيهرب من الكوكب بفعل الحراره والاشعاع الشديد القادم من النجم المجاور. بيعتقد العلماء ان الانفلات ده للغلاف الجوي يمكن يكون حصل لمجموعتنا الشمسيه في العصور الاولى، ولولا ان كوكب الارض اتمكن من الحفاظ على غلافه الجوي كان ممكن يكون حاله زي حال كوكب المريخ النهارده. العمليات اللي عملتها الكواكب الصخريه في نظامنا الشمسي زي الارض والمريخ وعطارد والزهره ليها تاريخ جيولوجي مميز ساهم في تشكيل العمليات الجيولوجية للكواكب دي. الكواكب الصخرية زي دي بدأت حياتها ككتل منصهرة زي الكوكب 55 كان كريئي، تشكلت طبعا الكواكب دي من تراكم الغبار والصخور في المنطقة الكوكبية الأولية المحيطة بنجم شاب ساعتها اللي كان زمان اللي هو نجم الشمس في أيام شبابه. النظام الشمسي في باكورة أيامه كانت بتحصل فيه عمليات عنيفة جدا من الاصطدامات المتكررة اللي ساهمت في نمو الكواكب الصخرية دي، واللي مع مرور الزمن بردت وشكلت عوالم صخرية كثيفة. ومع عمليات تعرية الكواكب دي من خلال إشعاع النجمي بتحصل أنشطة جيولوجية مهمة جدا في تشكيل الحياة عليهم. أسطح الكواكب دي بيتم تصنيفها من خلال الحفر والندوب اللي بتحصل بسبب قصف الكويكبات والمذنبات ليها. كل لما كانت الحفر دي أكبر وأكتر كل ده ما دل على أن الكوكب قديم وعمره أكبر. ما شكلتش الأحداث دي المشهد الطبيعي لتطور النظام الكوكبي الوليد وبس، لكن أثرت على العمليات الجيولوجية اللي منها النشاط البركاني المهم جدا في صناعة الأغلفة الجوية القادرة على الحفاظ على الكوكب في المستقبل من خطر الإشعاع النجمي. عمليات تبريد الكوكب وانكماشه في مرحلة بعد كده بتؤدي لتكوين التلال والمنحدرات زي اللي بنشوفها في عطارد والمريخ وهنا على كوكب الأرض. عملية الانكماش دي بتؤدي لتبريد الكوكب وكسر سلسلة البراكين الدورية اللي بتحصل في عملية جيولوجية كبيرة، ومن خلالها بيتم عمل الوشاح وتشكيل سطح مميز للكواكب الصخرية اللي زي دي. عملية مهمة جدا في تشكيل الأغلفة الجوية وإطلاق مختلف الغازات اللي هتشكل الغلاف الجوي الجديد للكوكب. يعني الكواكب الصخرية الداخلية لمجموعتنا الشمسية مرت بمرحلة شبه اللي مر بيها الكوكب بطل حلقتنا النهاردة. الإشعاع النجمي برضه مفيد في المراحل دي من خلال عملية التآكل والتجريف وتفتيت الصخور ونقل الرواسب وتهيئة الأرض لهطول الأمطار وتوزيع سلس المواد على الكواكب دي. المريخ لغاية دلوقتي بنلاقي فيه العواصف الترابية المهمة في سطح الكوكب، إلا إن المريخ كوكب فشل في الحفاظ على غلاف جوي سميك زي ما حافظ كوكب الأرض على غلافه، وزي ما ملاحظات جيمس ويب الأخيرة كشفت عن الغلاف السميك في كوكب 55 كان كريئي. الفريق البحثي اللي عمل الدراسة حوالين الكوكب 55 كان كريئي بيقولوا ان حجز ساعات اضافية من تلسكوب جيمس ويب لفحص الكوكب من جديد، والفحص القادم هيكون للانبعاثات الحرارية للكوكب مش بس في حالة الكسوف الثاني اللي كانت في البحث اللي خرج من ايام قليلة، لكن من خلال دوران الكوكب حوالين النجم في مداره اللي بيحصل مرة ونص كل يوم. كوكب 55 كان كريئي حار جدا وغير قابل للحياة، لكنه بحث مهم في دراسة الكواكب الصخرية وتشابهها في حاجات كتيرة. هيوفر البحث الجديد نظرة ثاقبة لتاريخ الأرض والزهرة والمريخ في الماضي، ليه المريخ فقد غلافه الجوي وليه الزهرة حصل ليه احتباس حراري
وليه كوكب الأرض فضل محتفظ بغلافه الجوي على الرغم من التشابه بين الكواكب الثلاثة دي في الماضي البعيد؟ احنا عايزين نفهم الظروف اللي ممكن تخلي كوكب صخري من الكواكب يقدر يحافظ على غلافه الجوي الغني بالغازات، العنصر الرئيسي لأي كوكب صالح للحياة. بيقولوا العلماء ان الاكتشاف ده علامة مهمة على احتمال وجود كواكب صخرية تانية ليها غلاف جوي سميك ودرجات حرارة اقل بكتير من الكوكب بطل قصتنا النهاردة 55 كانكري اي، وممكن تكون ملائمة كمان للحياة. الاكتشاف ده مبشر جدا ومطمئن لقدرات تلسكوب جيمس ويب العالية في توصيف الكواكب الصخرية اللي ممكن تكون ابرد من الكوكب بطل قصتنا النهاردة. ممكن نحصل على تفاصيل غاية في الدقة هتساعدنا في رحلة البحث عن حياة ما في رحاب الكون الفسيح. تقنيات بتتحسن والتقدم التكنولوجي الأيام اللي جاية واعد ومبشر. ممكن خلال سنة نقدر نكتشف إنجازات مهمة في الموضوع ده، وأنا واثق من كده حقيقي إن شاء الله. أعتقد أننا لو بحثنا بمجهود أكبر هنلاقي شيء مشابه للغلاف الجوي للأرض. ولا حضرتك بتظن أن الأرض كوكب نادر الوجود في الكون ومفيش زيه؟ رسالة هامة: الأرض بتتميز بغلاف جوي مثالي قدر يحافظ على الكوكب ويعمل التدفئة اللازمة اللي وفرت هواء لتنفس الكائنات الحية، وضغط جوي مناسب بيحافظ على المية في صورتها السائلة وحماية من الإشعاع الشمسي. احنا شفنا الأيام اللي فاتت أقوى عاصفة شمسية حصلت من 20 سنة. تخيل لو ما كانش عند الأرض الغلاف الجوي القوي ده كان ممكن يحصل إيه؟ لما بنشوف وندرس تاريخ كوكب الأرض زمان ونشوف العمليات الجيولوجية اللي بتتم في الكواكب الصخرية اللي شبه كوكب الأرض، ونتفكر في قوله تعالى في سورة فصلت الآية رقم 10: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. خلق ربنا في الكواكب دي الرواسي اللي هي الجبال والتلال، وسبحان الله قالك في الآية جعل فيها رواسي من فوقها، من فوقها علشان تشوف وتعتبر في مناظر الجبال اللي بنشوفها واللي بتكون شاهدة على عظيم خلق الله عز وجل. وبارك فيها يعني الجبال والرواسي دي فيها خير كبير لكوكب الأرض من عمليات النحت والتجريف اللي بتنقل العناصر المهمة اللازمة للحياة زي الطمي مثلا. وقدر فيها أقواتها، فمنها بتنتقل العناصر دي للتربة اللي بتتغذى عليها الأشجار والنباتات، ومنها بتيجي دورة الحياة لجميع الكائنات الحية، وده كله سواء للسائلين، سواء اللي بيسألوا العيش على هذه الأرض من الأقوات ديت، أو السائلين اللي بيطلبوا المعرفة وبيزودوا إيمانهم بالنظر والتفكر في أفاق الخلق البديع. كوكب 55 كانكري إي بيعلمنا أننا لازم نشكر ربنا أنه هيئ لنا هنا الحياة على كوكب مثالي جنة الكون كوكب الأرض. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، واكتبوا لنا في التعليقات الإجابة على الأسئلة دي علشان نكون استفدنا من الحلقة. إزاي العلماء اكتشفوا أن الكوكب بطل قصتنا النهاردة ليه غلاف جوي سميك؟ وإيه الغازان اللي ذكرناهم في الفيديو اللي تم رصده من بيانات تلسكوب جيمس ويب؟ وليه كوكب 55 كانكري إيه كوكب غير صالح للحياة؟ هل تعتقد أننا ممكن نلاقي كوكب زي ده بس يكون أقل في درجة حرارته وليه غلاف جوي يدعم حياة ما في الكون؟ هل تعتقد أخي المحب للعلم والمعرفة إن أشكال الحياة خارج الأرض ممكن تكون مختلفة عن الحياة هنا، وإن هناك ممكن تكون في مخلوقات مختلفة تماماً عننا؟ مستني أعرف رأيكم في الكومنتات. اشترك في القناة وتابع معانا أخبار جديدة بلف وطير واجيبها لك من مختلف بقاع العالم، وبقدمها لك هنا بشكل بسيط ومسلي وملهم، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.